يا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عيدكم، تعيدوا في الصحه والهنا نتوما وليداتكم والازواج ديالكم العائله ديالكم كامله يا ربي. اليوم كنوجد معكم الفطير ديالي ديال العيد. حنا غادي نمشيو نفطروا عند الوالده، غير بغيت باش نوريكم الجو ديال العيد. كنفرحوا كيفرحوا الوليدات، خصنا نوجدوا الكادوات للوليدات. هانتوما انا وجدت هذا البراس اللي غادي نعطيها لبنت بنتي، وهذه جبت من واحد الصديقه ديالي. هذا القفطان ديال صفانة، خيطات لي واحد البنت المتتبعه ديالي سميتها لبنى، ساكنه في اندرليك. كنشكرك حبيبتي وكنصيفطك التحيه منين ما كنتي، انت والعائله ديالك وليداتك والاجواء والزوج ديالك. كنقول لك شكرا على هاد الهديه غزاله، غادي تلبسها بنت بنتي وغادي تفرح. هانتوما عندها الخياطه غزاله تبارك الله. شكرا حبيبتي، كنشكرك بزاف. وديال هادي ديال صفانة، وهادي ديال جنة، حتى هي البراسلي ديالها. ما نعرفوش كيبان لكم بهداك الشيء مزيان ولا لا. حتى هي خيطت لها القفطان. ها نتوما غادي تشوفوه معايا ملي غادي نلبسولها. هذا ديال جنة. شكرا يا لبنى اللي خطيك الزين ديالي، ردوك في الخير ان شاء الله. هذه واحد المتتبعه عزيزه عليا، عملت لي كادو الولاد بنت بنتي وبنت ولدي. وهادو خلاص اللي غادي نعطي لهم كادوات هما. ودابا البنات غادي تدوز معايا باش عاد نفطرو حنايا، خصني نلقم اتاي. غادي نلقم لكم اتاي. اقول لكم عيدكم مبارك. كي خصنا نديرو هاد الجو ديال العيد باش الوليدات كيحسو حتى هما كيشوفو التقاليد ديالنا المغاربه. ما خصناش نضيعوا هاد التقاليد ديالنا، خصنا نبقاو دائما مشبتين بهم باش هكا وليداتنا يبقاو حتى هما يتبعوا هادشي اللي كنديروا حنايا. وكنشكر البنات الجداد اللي دخلوا معايا اللي تلاقاوني البارح، كنشكركم على المتابعه ديالكم اللي كتابعوني، كنشكركم بزاف. كنقول لكم عيدكم مبارك. والاخت لبنى اللي تلاقتني البارح جديده متتبعه ديالي جديده، كنشكرك حبيبتي وكنقول لكم مبروك عيدك، تعيدي بالصحه وبالهنا انت ووليداتك والجوج ديالك والمهمه هما والولاد وكلشي. البنات كندير النعناع، النعناع ضروري هو الاول، ما كنخليش حتى كنعمل كلشي. هذا اتاي حسناوي. كنبغيو زعما نديرو هاد الجو ديال العيد. كنتمنى الله يعجبكم هاد الفيديو. قلت نحسس حبيباتي العزازات عليا، نحسسهم بالجو ديال العيد. حنا المغاربة كاملين ما نخافوش على المغاربة ولا الجزائريين ولا الروافة، كلشي حنا كلنا بحال بحال، كنا خاوة خاوة. نشحروا البريرات ديالنا وغادي نوريكم الطويبلة اللي وجد ديال العيد، اتبعوني.
الله على ريحة العود. الله الله الله. والمزهر يا الحبيبة المزهر. بحال بالمغرب كنا كنديروا المريشات فيهم الزهر وبكي كلشي عرس كتقول لي رشي رشي عليا رشي عليا. ها انت نادي حد المزهر غزاله. ايوا هذه هي ريحة المغرب ديالنا قبل. كاين الزهر اي مناسبه مشيتي اي عرس ولا سابع ولا شي مناسبه كيرشوك كتدخلي كيرشوك الزهر في يدك شويه هكا عندهم زعما شي حاجه الزهر. ايوا شكرا يا البنات على المتابعه اللي كتابعوني وسمحوا لي ما بقيتش كنحط معكم هذه شحال ما حطيت معكم حتى شي حاجه وان شاء الله يا ربي من هنا الفوق ما كاين عيد جديد ان شاء الله. كنتمنى هاد الفيديوهات اللي كندير لكم يعجبوكم وغادي نعمل لكم واحد الجليسه عاوتاني زوينه تابعوني عليها غادي نعمل لكم غزاله ان شاء الله يا ربي. فوالا اتي ديالنا تشحر دابا غادي نطفيو البوطا وغادي نهزو البيض ديالنا هانتوما اتاي المشحر يا لاله ما كاينش شي ما احسن من اتاي ديال تلقني قدام الضياف ديالك. انت هي الحبيبه ديالو بالرزه انتينا اتاي غزال ومي كنكملو كنلقمو كنغطيوه هكا وكنخليوه زعما حتى كيطلق غنقيسو غزال هادي علشان المتتبعين ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب من طنجة حتى للقويرة كنبارك لكم العيد لميمات خوتي خواتاتي كلشي من كل بلاصة ما نقدرش نقول لكل بلاصه هذا كنسى شي واحد كيبقى فيا ما كنكونش مرتاحه كلشي المتتبعين ديالي منين ما كانوا كنسلم عليكم كنقول لكم عواشركم مبروكه مره اخرى وكنهدي لكم هذه البرادات هي هانتوما المشاهدين ديالي هانتوما خوتي وعزازات عليا كاملين المتتبعين ديالي نتوما عائلتي نتوما خوتي نتوما فيكم كلشي هانتوما 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 وشكرا يا البنات ودابا غادي ندوزو باش نوريكم الطويبله ديالي كل حاجه شني كيفاش درت لها وشني وجدت فيها هانتوما يا البنات ها اتاي ديالي اللي لقمت معاكم هانتي العمية راه لحقها وطريقها فيها كلشي اتاي هادي النعناع اللي كانت اتاي والسكر هانتوما يا المتتبعين ديالي وهانتوما العود هالمبخرات مهم دايرين ديك الجو ديال العيد هذه الحليوه هذا الصابلي عملت هذا عجينة الصابلي عملت منها ثلاثه الشكيلات انتوما هذا عاوتاني حتى هو الكاوكاو مع دايره بحال دايره في وسط المون ديال القليبات ودرت له الشيكولا
هذا المقرض جابته لي واحد صاحبتي الجزائريه، عدلاتو لي نصيرها. شكرا حبيبتي. هذه عاوتاني حتى هي حليوه بالشوكولاط، هذه الرخامه حتى هي بالكاوكاو، هادو الصابلي حتى هو، هذا عاوتاني الصابلي معمر بكوفيتير، وهادي عاوتاني معمره بكاوكاو. هذا نشوك باللوز، وهذه عاوتاني حتى هي الصابلي ومديرها في الشوكولاط، وهادو الرغيفات معسلين، هادو معمرين باللوز، وهادو عيخاويين هانتوما. ايوا صافي، وهذا مبروك العيد، وهذه حليوه هانتينا هانتينا هانتوما الطويبله ديالي ديال العيد. كنتمنى الله تعجبكم، والقليصه مغربيه باش نعلموها لوليداتنا باش يبقاو تابعين التقاليد ديالنا. خصنا نعلموهم مي يكونوا صغار، وحنا كنعلمو فيهم باش يطلعوا حتى هما كيعملوا بحالنا، وحتى هما يعلموها لوليداتهم. وكنتمنى الله يا البنات يعجبكم هذا الفيديو ديالي. الى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي تابعوني، وانا دائما مع عمري غادي نتخلى عليكم. كنقول لكم عواشركم مبروكه من المغرب، من كل بلاصه جزائريه، روافه، وجاده، براكنه، مهم كلشي 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 من كل بلاصه. كنبارك لكم العيد، كنقول لكم عيدكم مبارك، يدخل عليكم بالصحه وبالعافيه، واللي كيتمنى شي اميه الله يعطيها له يا ربي، واللي يمشجو الله يطلق سراحه، واللي كيتمنى جوج الله يعطيه جوج، واللي كيتمنى النجاح الله يعطيه النجاح. وشكرا البنات، ومع السلامه الى الفيديو اخر ان شاء الله. عواشركم مبروكه مره اخرى، عليكم الميمات، كلشي 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 كنسلم عليكم.